أيها الحفل الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أيها الحفل الكريم، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل من أرضية ميدان سيف العرب، شكرا لزميلي عبد الله مسعود في الأشواط الماضية، وتواصل التواصل مستمر والانطلاقات تتوالى. سيف العرب أحد فروع المرموم وذرع تحفة الميادين، نسير مع انطلاقة الشوط السابع في أشواط صباحي هذا اليوم، والسابع الأشواط خاصة بالأبكار اللقاية. نسير مباشرة مع المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، وهذه روعة روعة. خليفة بن علي بن بخيت المسافري من جانب اليمين تتقدم وتتصدر قائمة هذا الشوط، بينما تليها في المركز الثاني جبارة من هجن الرياس أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في هذا الاندفاع. ولكن هناك في هذه التحديات الجميلة والرائعة في هذا الشوط، بينما أشوف التغيير على المركز الأول اللي بدلت وغيرت، وبرة 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 من هجن سيح السلم تتقدم بالمركز الأول، يضمرها فهد بن حصين النعيمي على رأس حربة هذا الشوط. وصلنا إلى المركز الرابع إلى المركز الرابع ورابع المراكز، بنلقى في هذا التجمع وهذا الانطلاق المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك الدخول من شعار سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك قدوم أيضا في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع عوايد علي بن يمعة بن خميس الغويص، تأتي في المركز السادس. المركز السابع شعار بالصوب على ما أعتقد، هناك في المركز السابع تدخلت كم رغمة هذه يلي بي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هناك محمد بن خميس بالصوب. المركز الثامن مع الينيبي، هذه اللي تدخلت وتواجدت الظبي او هناك الظبي لمحمد بن خميس بالصوب. ولكن اشوف مشاهدي العزاء هذه الحذره تتقدم، وياتي عموما بنعود على المقدمة وعلى المركز الأول في مسار هذا الشوط وتحدياته. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المراكز الأولى، نعود في مسار هذا الشوط. سابع الأشواط من أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب في هذه الانطلاقة أظن حتى الشوط الثامن. هذه الأشواط خاصة بهجن الشيوخ، وبعد ذلك سوف تأتي الأشواط الخاصة بهجن أبناء القبائل. نعود إلى المراكز الأولى مباشرة، نسير مع المقدمة والمركز الأول. المركز الأول اللي مسيطرة جبارة من هجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، تتصدر القائمة وتقود مساري هذا الشوط، بينما هناك المركز الثاني نعود إلى المراكز الأولى إلى الانطلاق الأول، ونسير هنا مع المقدمة ومع شعار بن ثاني اللي غير إلى مقدمة هذا الشوط، ونسير مع الياسات قطامي بن محمد بن قطامي، تأتي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني خيرة أحمد بن سعيد بن سالم لينيبي تتقدم على المركز الثاني.
الثاني، أشوف المركز الثالث، ثالث المراكز والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. الحميدي بن سالم بالسيف الدرعي بدأ يتحرك، شوف الثلاث المراكز، شوف الثلاث المراكز اللي انعزلن اللي انفصلن في الأمتار الأخيرة، بن ثاني السويدي والينيبي أحمد بن سعيد بن سالم الينيبي، وهناك شوف شوف اللي غيرت، شوف اللي بدلت مشاهدين العزاء، هواجيس هواجيس الحميدي بن سالم بسيف الدرعي، ما شاء الله يا نهايتها، ما شاء الله يا أداها. أشكرك يا الدرعي، أشكرك أشكرك يا الدرعي، أشكرك. هواجيس الحميدي بن سالم بسيف الدرعي يعلن الفوز في هذا الشوط ويقدم هواجيس، ما شاء الله. بنفراد سلام يا الدرعي، سلام سلام يا راعي هواجيس، سلام. الحميدي بن سالم بسيف الدرعي، تهانينا لحظات وصول هواجيس بأداها الجميل والرائع، تهانينا يا الدرعي، تهانينا، ما شاء الله. المركز الثاني لأحمد بن سعيد بن سالم الينيبي، المركز الثالث لقطامي بن ثاني بقطامي، المركز الرابع كم رقمها شفته؟ المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام. وهذه عموما على كل حال المركز الرابع، هذه نعم 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 الشاهينية من هجنسيح السلم في رابع المراكز، والخامس عند اللجنة بنعودي اللي بيله التوقيت معاك، توقيت 6:07 مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس على هذا الفوز.